السلام عليكم طلاب، شلون صحتكم؟ اتمنى تكونون بصحة زينة. اليوم بعون الله ان شاء الله راح نشرح على الكلينيكال. مادة الكلينيكال مادة كلش حلوة وتنفهم بساعة، مشكلتها شغلة واحدة، الحفظ. انت لازم تتعلم، مو اقول لك تحفظ صم، لكن تعرف شنو تحفظ بيها. شوفوا احنا راح تشوفوها هي مجموعة عن سوالف، سوالف راح تنطوي على الخبرة السريرية اللي أنا استفدت من عدها من دكاترتي، أوكي؟ بحكم إنه أكو بيهم بورد ومستشفى وكذا، فراح ننقل لكم هذه التجربة. أنا أعتذر على هذه الحوادث المؤسفة اللي تصير، أوكي؟ زين، نجي على الجاسترونتستاينال كونديشن. بس أسوي لك مراجعة، شنو الجي اي تي؟ شنو الجهاز الهضمي؟ الجهاز الهضمي هنا أنت كان عندك هذا، تخيل عندي إنسان، هذا ما طلع انسان، راسه الكبرى زين. هذا كان عنده الماوث، هذا الايسوفيجس اللي هو المرق، هذه كانت عنده الستومك اللي هي المعده، هذه الانتستين امعاء دقيق خليطه، وهذا المخرج. هنا كان عندي كبد وبنكرياس اللي هي ملحقات الجهاز الهضمي، والسليفر جلاند اللي هي الغدد اللعابيه. راجعت الاجزاء خوش. نجي هنا نحكي على الدياري. شنو هي الدياري؟ الدياري العفو معناتها اسهال، بعد ما راح اقول هاي تعرفت معناها، اوكي؟ راح نقول دائما دياريه. هي شنو هي الدياريه؟ increase frequency of bowel evacuation، هي عمليه الخروج. انت عندك اشقد مره او مرتين باليوم، من تزيد عندي عن حد المره او المرتين باليوم تصير 3 4 5، هذه انا شو اسميها؟ دياريه. فهي زياده عدد مرات الخروج باليوم، بالاضافه الى انه شكل الخروج راح يكون شنو؟ راح يكون موتر، راح يكون سائل. احنا عادة الستول اللي هو الخروج مالتي يكون سوليد، يكون صلب، لكن هنا ايش راح يكون؟ ووتري. هذه انا شو اسميها؟ دياريا، اوكي؟ طبعا هذه هي ممكن انه هي يقول لك الدياريا بشكل عام، هنا نعطيني عبارة كلش سطحية، احنا راح ندخل بعمق العمق بيها، اوكي؟ دي يقول لي اني هنا اذا استمرت عندي اكثر من 3 مرات باليوم، يعني 4 5 مرات، هذه انا اعتبرها حالة غير طبيعية. هذه الدياريا العادية، عندنا كرونيك وعندنا بيرزيستنت. شنو كرونيك وشنو بيرزيستنت؟ هنا انت عندك الكرونيك والبيرزيستنت دياريا illness are often secondary to the other chronic medical. شوفوا دائما الاسهال هو يا اما انت مستورد، هسه شلون قاعد اجوز سكرت ونايمه مثلا بالليل ما تغطيت، او قاعد نمت من الشربايه وقاعد على الكاشي استبردت، اوكي؟ او هذا الشعب العراقي كله، اوكي؟ الحالة الثانية اللي انت مفروض كصيدلاني، وان شاء الله اذا تخصصت كلينيكال كصيدلاني سريري تتخصص بها، انت تعرف الدياريا هي عبارة عن عرض ثانوي نتيجة لمرض. شنو هذا المرض؟ يا اما يكون انا عندي فيرال او بكتيريال، فيروسي او بكتيري، واحدة من اعراضه هي الاسهال، اوكي؟ مر عليكم مصطلح كوليرا قبل؟ اوكي؟ مر عليكم شخص نقول هذا عنده تسمم صار عنده اسهال؟ فهي اعتبرها ايضا مو بس عدد مرات الخروج، انما رد فعل مناعي للجسم على مود يطلع هذه الاجسام الغريبه، البكتيريا، البروتوزوا، الفيروسات من الجسم عن طريق الايفاكويشن، عن طريق عمليه الاخراج. زين، بدي اقول لكم هي ايضا شغله انه هي تحتاج تريتمنت، تحتاج علاج. طيب بكل بساطه الدياريا ممكن انه هي تكون شنو؟ ممكن انه هي تكون عندي اكيوت، ممكن انه هي تكون عندي حاده تستمر ل 14 يوم او اقل، عفوا اقل من ال 14 يوم، هذه انا شو اعتبرها؟ اعتبرها اكيوت. بيرزيستنت، شوفوا هذه التقسيمات الثلاثه، الهرم المقدس الثلاثي هذا ما تنسى، لان شكو دواء راح احكي متعلق بهذول الثلاثة. انت لازم تعرف المرض، تشخيص المرض، اسم هو مثل طبيب، طبيب يعني يدخلون بتفاصيل، التفاصيل احنا نعرفها بشكل سطحي او بشكل متوسط، لان احنا مثلا الاسهال اغلبهم يعني الدياري يا جماعة الدياري ما يروح للطبيب مباشرة، يجيك انت كصيدلاني، فانت لازم تتصرف وياه كصيدلاني بناء على معرفتك، مو تقول له يلا روح للطبيب اسوي لك ريفيرال، اسوي لك احالة مباشرة، لا لا لا، اكو اشياء انت تقدر تعالجها انت بصيدلية، اوكي؟ او تي سي، شنو مصطلح او تي سي؟ هو راح يمر عليكم. او تي سي اللي هو اوفر ذا كاونتر، او اوفر ذا كاونتر اللي هي شغله في متناول اليد انه اني اصرفها، مصرح علي انه اني اصرفها كصيدلاني بايدي بدون وصفه، اوكي؟ مو منها ادويه الدياريه. ومو كل حالات الدياريه راح نعرف، اكو حالات احنا نقدر نتصرف بها، اكو حالات لا. زين، هنا نقدر نقول الدياريه اكو اكيوت، اكو بيرزيستنت، اكو كرونيك.
الأكيوت هو شنو؟ أقل من 14 يوم. البيرزيستنت يستمر عندي من 14 يوم إلى 4 أسابيع، يعني حوالي شهر. أوكي، هسا يقول ليش ما كتب 1 month؟ لأنه 4 أسابيع عندي أني مو شرط إنه يتكون لشرائح معلومة خارج. الشهر هو 30 يوم 31 يوم. أوكي، وهذه 4 أسابيع مالتي يعني مرات ما تكون 31 يوم، فما نعتبرها شهر. لذلك دائما يطلق لي مصطلح 4 أسابيع، اللي عنده فضول يعرف هاي المعلومة، اللي عنده ما عنده فضول سوري سكيب. زين، فبرزستنت من 14 يوم إلى شنو؟ إلى أنا عندي 4 أسابيع. زين، الكرونيك أكثر من 4 أسابيع، أكثر من شهر، أكثر من شهر. الشخص عنده إسهال الدياريا، فهذا شنو معناته؟ معناتها إنه هو عنده مزمن، مرض مزمن. أوكي، زين، نجي على أول وحدة اللي هي الأكيوت. شنو هي الأكيوت مالتي؟ إنفكتيف دياريا غاسترو انتستين. هنا الأكيوت اللي هي أقل من 14 يوم لها مسببات. إنفكتيف يعني دياريا مكتسبة أو نتيجة لالتهاب القناة الهضمية المعوية. شلون تكون مكتسبة؟ يا أما عن طريق البكتيريا، يا أما عن طريق الفيروسات، يا أما عن طريق السموم. أوكي، ثلاث شغلات ممكن إنه هي أنا تسوي عندي دياريا، تسوي عندي إسهال. أوكي، يستمر لي أقل من 14 يوم اللي هي 3. نجي على شنو هنا أنا عندي الفيرال اللي هي أقلها وطئة. شنو أقلها وطئة؟ يعني أقلها أذية. دائما أخذ شغلة الفيروس أقل تأثيرا من البكتيريا، البكتيريا دائما يكون مؤذي أكثر. أول واحد واللي هو أهم واحد، وأكو نقاط أريدكم تنتبهون من تقروها، الروتافيروس. شنو الروتافيروس؟ هذا راح يسبب لي دياري عند الأطفال اللي هم الإنفانتس. أنتوا عندكم النيو بورن، عندكم إنفانتس اللي هم النيو بورن حديثي الولادة، إنفانتس اللي هم الأطفال الرضاع. أوكي، عندكم تشيلدرن هذا ما بعد سن الرضاعة، بعد السنتين 3 سنين فما فوق، هذا اسميه تشايلد طفل. أوكي، وعندك الأدلت اللي هو البالغ ما بعد سن البلوغ. فهنا نشوفه الروتا فيروس منو يصيب؟ يصيب عندي الانفانتس الاطفال الرضع. فمن اجيب لك ام سي كيو اقول لك الروتا فيروس از موست كومن، هو اكثر شيء عن عند مثلا نيو بورن، تينيجر، ادلت، انفانت. ايش راح تقول لي؟ راح تقول لي انفانت الرضع اقل من 6 سنين. زين، هذا سيزونال انفكشن. سيزونال انفكشن يعني عدوى موسميه. With peaks of gastrointestinal، يبي يقولكم إنه هو تقريبا عدوى موسمية يصير من شهر نوفمبر اللي هو شهر 11 إلى فبراير إلى الثاني. يعني شيء ما يقرأ كاتب لك إن وينتر استمر أحفظه مع أقولك لا فقط أحفظ لي هو بيعمر يصير. It's spread by fecal and oral routes، فمويين أو الخبز. أوكي، زين، associated with symptoms those are cold perhaps and cough، يكون مرتبط ويا اعراض ثانيه. يعني اني هاي الدياريا اني شلون اعرفها؟ اجاني طفل عمره اقل من 2 سنين، امه ايش راح تقول لي؟ راح تقول لي انه هو عنده قحه او عنده نشله، وده يصير عنده وياه اسهال ودياريا، وبهاي الفتره اخلي ببالي انه هذا ممكن روتافيروس. اوكي، زين، the infection start arbitrarily and vomiting، ممكن انه هو شنو يكون هم وياه؟ فومتينج، تقيؤ. فهسه صار عندي 3 أعراض ممكن تكون وياه: قحة، كولد، اوكي، نوبة زكام، ممكن يكون عنده فومتينج وبنفس الوقت دياري. هذه كلها خليها ببالي ان هي شنو هي؟ روتا فيروس. هسه تقولوا لي ما ممكن الكبار؟ اقول لكم لا، هذا يصيب الاطفال. اوكي، زين، هذا طبعا ما يكون السيفير، يعني ما يكون قاتل. اوكي، لاحظوا ان هم من سووا احصائيات بعدة دول ان هو ما يكون قاتل عندي الروتا فيروس. اوكي، لكن اذا تفشى، اذا اني ما لقحت الطفل، دائما الاطفال ينطوهم هذول حديثهم ينطوهم لقاح، اذا وصل عندي مرحله خطيره ممكن هو يدي الى وفاه الطفل. هسه تقولين هسه وش قلتي مقاتل ورجعتي قلتي قاتل؟ حقول لك ليش. اني لو باوعنا كمنظور فيروسي الدواء راح اشوف انه هو مقاتل، سهل دياري، ليش لا تقتل الطفل؟ لكن اوقف عند كلمه الطفل. طفل هذا حجمه 75% من عنده مي، إذا هاي 75% خسرها خلال كم مرة من الدياريا، صار عنده 5-6 دياريا باليوم، مش فقط من السوائل بجسمه مباشرة يصير عنده dehydration ويؤدي إلى وفاته. لو عندي الكبار أقول لك عادي، خلي يصير عنده عسى ما 20 مرة باليوم. أوكي، ما يعني مو بسهولة الإنسان يصير عنده dehydration الإنسان البالغ.
اوكي حجمه اكبر، عدد السوائل بيه اكثر، لكن هذا هالقدوته هالقد اوكي، هذه كلها صار عندها احنا ايفاكويشن خروج. فهنا انت شنو صار عندك؟ صار عندك مشكله راح يؤدي الى الدث مالته اذا انا ما تلاحقت له. طبعا هو مو اول ما يصير عنده دياري راح يموت، لا يعني اذا هملته الطفل يوم يوم هملته هذا راح يموت مباشره. اوكي زين ايش دا يقول هنا؟ لذلك هم اوريدي يعطون لقاح، لكن هذا المرض يتفشى وين؟ بدور البور اللي هم ما عندهم ثقافه اللقاح، ما عندهم ثقافه ان الطفل من يصير عنده دياريا لازم قبل اركض به للمستشفى، لا يتركون الطفل الى ان يهملوه ويتوفى. دا يقول لكم انه الفاكسين هذا شكله، هذا شكله الروتكس اللي هو شكل اللقاح اللي ينطول الروتا فايروس. زين اجي اكمل هنا